ممدودة دائما بكل حب وانفتاح لكل المبادرات التي من شأنها تطوير العمل الصحفي والمساهمة في المزيد من الارتقاء بالمهنة والمهنيين. ملف منظومة القوانين المنظمة للعمل الإعلامي في المغرب بعد سنتين عمليتين على التنزيل والتطبيق، ومؤكد على أنه العنوان ديال هذه الأمسية بين النظري والتطبيقي فيما يتعلق بهذه المنظومة سيسمح لنا بالتأمل في هذه المنظومة، سواء من حيث القوانين التي حاولت الإجابة على إكراهات تتعلق بالمهنة وحاولت أن تؤطرها بنفس يعني يميل إلى الحرية، يميل إلى إتاحة الفرصة للمهني لكي يمارس عمله في يعني جو سليم، وكذلك إلى جانب الملاحظات التي سجلت بالنسبة للنصوص عند يعني صدورها. من المؤكد على أن هذه القوانين يصعب جدا أن تكون مثالية، لأن المطالبة بتجويدها ستكون مع المدار يعني الحياة المهنية ديالنا حسب الظروف، حسب الأجواء اللي كنكونوا نمارسوا فيها المهنة الصحافة. وستكون هذه المناسبة كذلك لطرح أسئلة حول مدى يعني قدرة هذه المنظومة على الاستجابة لتطلعات المهنيين، ما هي الإكراهات التي خلقتها، ما هو الهامش الذي يحتاج إلى مزيد من التوسيع بالنسبة للمهنيين، ما هي الاحتياطات التي أجت بهذه النصوص من أجل لضمان نوع من الحماية للصحفيين، سواء الحماية القانونية أو الحماية المادية. وكذلك سنتحدث على الفرق بين أن ننظر أن نضع النصوص وبين أن تمارس في بيئة معينة. يونس الشيخ، صحفي في إذاعة أصوات ورئيس الأكاديمية المغربية للإعلام والترجمة والاستشارات. ندوة ديال مدونة الصحافة والنشر اللي كنظموها اليوم كأكاديمية بشراكة مع المركز المغربي للوساطة والتحكيم كتجي من بعد سنتين من بداية تطبيق المدونة، باش أولا نعمقوا المعرفة ديال المهنيين بالمضمون ديال هاد المدونة، ثانيا نساهموا في النقاش التقييمي لهاد المدونة من بعد سنتين، ربما نقدروا نساهموا في تطوير القانون المنظم للمهنة مستقبلا. تأتي هذه الندوة في إطار الوقوف على أهم مخرجات مدونة الصحافة والنشر بالمغرب والتي صدرت في 2016، قانون 8813، للوقوف عند أهم المخرجات وهل تم أجرأت هذه القوانين التي صدرت في مدونة الصحافة والنشر بالمغرب والتي جاءت حقيقة انطلاقا من 2013 إلى 2016 عبر مجموعة من المحاور التي بشرتها سواء الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية مع الفاعلين الإعلاميين في المغرب. طبعا المدونة لا تخلو من نواقص ولا تخلو من عيوب، لذا تأتي هذه الندوة ربما لوضع أو للكشف عن بعض النواقص التي تعاني منها هذه المدونة في أفقي ربما طرحها على المسؤولين في 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 في, في المغرب من أجل إما تعديل بعض الفصول التي يشتكي منها الصحفيون المهنيون. إذا أخذنا مثلا على سبيل المثال فصل أو البند 15 فيما يتعلق بقضية مدير النشر في المواقع الإلكترونية أو في الصحف أو في يعني المواقع في المنابر الإعلامية ككل، وبالتالي فهذه الندوة هي لبنة في إطار تعزيز الحوار والشراكة مع مجموعة من المهنيين في الصحافة في المغرب. هو لقاء جد متميز لأنه أولا تجمع جميع اتجاهات، هناك كان قضاة، كان محامون، كان أكاديميون، كان مجتمع المدني والحقوقي في فضاء طبيعة الحال جمعوي، فضاء ملائم جدا لدراسة ولتدارس موضوع كبير جدا، موضوع يهم الجميع، قانون الصحافة والنشر الآن الجميع يعني له علاقة به حتى ولو لم يكن صحفيا. طبيعة الحال القضاء والإعلام اليوم كانت فرصة للحوار بينهم، للتواصل، إزالة سوء الفهم، تقييم نص قانوني تشريعي فيه العديد من الإيجابيات، فيه العديد من الانتقادات والملاحظات أيضا، لا بد من لقاءات مثل هذه لتقريب وجهات النظر وأيضا لإبراز مكامن الخلل إن وجدت. اليوم كان أيضا متميز بأسئلة للحضور اللي مسات في حقيقة الأمور واقعية، الجميع يطالب بنص قانوني واقعي، نص قانوني يحمي الصحفي في أداء رسالته، ولكن أي صحفي يجب حمايته، حماية الصحفي الذي يؤدي رسالة، الذي يؤدي بطبيعة الحال واجبه، وأيضا حقوق مشروعة للصحفيين في المطالبة بتنظيم وهيكلة قطاعهم بدعمهم لأداء مهمة
أساسية وضرورية في مجتمع ديمقراطي. الإعلام هو السلطة، يجب الاعتراف بها، يجب تقديرها، يجب توفير الإمكانيات لها لتؤدي هذه الرسالة كما يجب. القضاء أيضا هو حريص لحماية الحقوق والحريات، حريص لأداء الصحفي لمهمته، ولكن طبعا وفق الضوابط القانونية وفق الضوابط الأخلاقية. واليوم لقاء مثل هذا يجب اكثر منه، الاكثار من مثل هذه اللقاءات، لانها بكل تاكيد تبني جسور ما بين الصحافه والقضاء، وتبني ايضا جسور ما بين المجتمع بصفه عامه والسلطه القضائيه والسلطه الاعلاميه. الجميع في حاجه الى الحوار والى الانصات والى التطبيق لكل ما يتم يعني اثارته والخروج اليه من خلاصات. شكرا لكم.